الحصول على ميدالية أولمبية هو حلم كل رياضي بيشارك في الأولمبياد، ذهبية كانت أو فضية أو حتى برونزية. لكن عمرك سمعت عن الميدالية الرابعة؟ الميدالية الأولمبية الرابعة بتسمى بميدالية بيير دي كوبرتان، نسبة إلى دي كوبرتان مؤسس الأولمبياد الحديثة، وهدفها تكريم كل من يساهم في الترويج للأولمبياد أو للأشخاص اللي بيساهموا من خلال أبحاثهم بخلق أعمال فكرية بروح دي كوبرتان. الحقيقة أن وسائل الإعلام بتخلط بين ميدالية دي كوبرتان واللي صممها أندريه سالا بوجه يظهر صورة لكوبرتان والآخر يظهر الشعار الأولمبي وحلقاته، وبين جائزة كاس العالم لبيير دي كوبرتان واللي بيتم منحها لمن يتحلى بالروح الرياضية الحقيقية للألعاب الأولمبية. كأس دي كوبرتان للروح الرياضية تم تأسيسها في سنة 1964 وتمنحها اللجنة الدولية للعب النظيف. في أولمبياد ريو 2016 خلطت وسائل الإعلام الأجنبية بينها وبين ميدالية دي كوبرتان بعد إعلان حصول نيكي هامبلين وأبي داكستينو على الميدالية بعد ما خبطوا ببعض في المضمار خلال سباق 5000 متر، وساعدت كل واحدة منهم التانية عشان يكملوا السباق. وقتها أعلنت اللجنة الأولمبية النيوزيلندية أنه لم يتم تقديم مثل هذه الجائزة لأي لاعبة حتى الآن، وبالفعل تم اكتشاف أن الجائزة هي جائزة اللجنة الدولية للعب النظيف وليست ميدالية دي كوبرتان. ميدالية دي كوبرتان بدأ منحها سنة 97، وكان الأسباني خوان أنطونيو سامارانش أول واحد حصل عليها، وآخر واحد حصل على الميدالية الأولمبية الرابعة هو الصيني هان ميلن في سنة 2018، وهو رسام ونحات ساهم في تصميم تميمة فوا واللي كانت أول تميمة في تاريخ الأولمبياد في دورة بكين 2008.